غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي سابقا في مصر طبعا، ووكيل سكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات. النهاردة الحقيقة كانت في فيينا، وقعت اتفاقية مهمة جدا مع جوفاني انفانتينو رئيس الفيفا. الاتفاقية دي هدفها المعلن طبعا هو التصدي للفساد في المجال الرياضي، وتحديدا في كرة القدم وفي كل المسابقات الرياضية. الاتفاقية ليها عدد طبعا من الأهداف المهم جدا، منها على سبيل المثال وضع برامج تدريبية وتقديم دعم فني بهدف التصدي ومنع التلاعب أو الفساد في المسابقات الرياضية. كمان نشر قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وتبني ونشر قيم النزاهة وحماية لعبة كرة القدم من أي فساد مؤسسي، بالإضافة الحقيقة لعدد كبير جدا من الأهداف. دكتور غادة والي معانا على التليفون، خلونا نسمع ونفهم منها أكتر تفاصيل الاتفاقية وأهم أهدافها. مساء الخير يا دكتور غادة. مساء النور، ازي حضرتك وازي مشاهدينا؟ أهلا وسهلا بحضرتك، بشرفانا في قناة النادي الأهلي. والحقيقة يمكن خبر مهم جدا النهاردة، يعني بالاتفاق طبعا مع جوفاني انفانتينو رئيس الفيفا، تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بمكافحة وتصدي للفساد في المجال الرياضي. عايزين نعرف فكرة حضرتك وأهم الأهداف اللي أنت بتسعي لتحقيقها من وراء هذه الاتفاقية. زي ما حضرتك عارف، مكتب يو ان او دي سي منظمة اللي أنا مسؤولة عنها معنية بأربع موضوعات رئيسية: الفساد، الجريمة المنظمة، المخدرات والإرهاب. تحت محور الفساد في أكثر من قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بالاهتمام بالفساد في مجال الرياضة، وبالتالي كان طبيعي إن احنا نشتغل مع جهتين: اللجنة الأولمبية توماس باخ في ألمانيا والفيفا في سويسرا. فالنهارده الحقيقه كان عندنا رئيس الفيفا وتم توقيع اتفاقيه، الاتفاقيه دي هنشتغل فيها مع بعض على سبل وقايه لعبه كره القدم من اشكال الجريمه واشكال الفساد اللي ممكن تقع فيها، سواء بالترتيب المسبق لنتائج ماتشات معينه، انه يكون في شفافيه كامله في كل عمليات التعاقدات اللي بتتم فيما يخص الانديه والاتحادات، ان يكون في تعريف للشباب بقيم النزاهه، ان يكون في تشجيع للاعبين كره القدم ان هم يكلموا الشباب ويكلموا المجتمعات ويبقوا قدوه ليهم في مساله النزاهه والبعد عن الفساد. نساعد الدول في اننا نضع تشريعات ونضع نماذج لقوانين تقدر توقف الفساد وتقدر انها تحقق في التدريب للمحققين في قضايا الفساد الرياضي وقضايا الفساد في كره القدم. دي كلها حاجات محتاجة تدريب لأنها جرائم جديدة وجرائم غير معتادة أو جرائم قديمة بس لم يتم التصدي ليها قبل كده، ففي شغل هيتم بالتدريب. احنا بنتكلم بس يا دكتور غادة على فكرة انه وضع الآليات اللي تحد او تمنع انتشار الظواهر دي، ولا بنتكلم كمان على اطر مرتبطة ب فكرة التطبيق، فكرة انه يكون في بنتكلم على التطبيق، لا احنا هنحط اطر وسياسات، هنحط تشريعات، هنعمل تدريبات على مستوى الدول والاتحادات المحلية أو الاتحادات الإقليمية زي الاتحاد الأفريقي، الاتحاد في مصر والدول وغيرها من دول العالم. كمان هيبقى في مكون لزيادة دمج المرأة في الأنشطة الرياضية خصوصا كرة القدم. كان حاضر الاتفاق أستراليا وزيلاندا اللي بينظموا كأس العالم للنساء للمرأة في كرة القدم النسائية سنة 2023 اللي هيبقى في نيوزيلندا وأستراليا، واتكلمنا عن ازاي يبقى في مزيد من السيدات في مجال لعب كره القدم، ولكن ايضا في مجال التحكيم وايضا في مجال المعلقين حتى الرياضيين، وازاي يكون في الاستادات والملاعب تكون مكان امن للمراه، وازاي نشجع المراه والاسره انها تكون متفرجه في الاستاد وتشعر انها محميه وفي نطاق امن. ايضا اتكلمنا عن حمايه الاطفال من كل اشكال الاستغلال والعنف اثناء ممارسه الرياضه، وايضا هنشتغل على موضوع ازاي الرياضه تساعد على يعني منع اتاحه رسائل ايجابيه للتصدي لقضيه التعاطي والمخدرات. حضرتك عارف الموضوع ده انا بشتغل عليه بقالي سنوات طويله ومهتمه جدا بقضيه التعاطي والمخدرات طبعا من ايام حتى تولي حضرتك لمسؤوليه الوزاره، وزاره التضامن بالظبط، والمنشطات ما بين ايضا اللاعبين. وكان في زياره لانفانتينو بعد التوقيع، اخذته لزياره المعمل الخاص بالتحليل المنشطات والمخدرات اللي عندنا، وده اكبر معمل موجود في اوروبا، بحيث ان هو يقدر يشوف الشغل اللي احنا بنعمله في تحليل
المخدرات والمنشطات، لان في اكثر من 1000 نوع مخدر ومنشط، منهم 300 بيستخدموا في مجال الرياضه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور غاده والي، نموذج مشرف الحقيقه دايما للمراه المصريه.